لكن التوصيل طب النهائي ازاي الاتفاقيه دي اتبعتت لاتحاد الكره المصري، واتحاد الكره المصري بناء على هذه الاتفاقيه بعت للاتحاد الامريكي لكره القدم يجيب البطاقه الدوليه بتاعته، والاتحاد الامريكي استجاب وبعت البطاقه؟ اتحاد الكره المصري جهلها، لا يفقه اي شيء. خد بعض المعلومات المهمه ليك وللساده المشاهدين. احنا عندنا حاجه اسمها ترانسفير ماتشنج سيستم، نظام تطابق الانتقال. هذا النظام يديره الفيفا. عندما ينتهي عقد اللاعب المحترف يصبح لاعب حر. هذا اللاعب الحر شهادة انتقاله موجودة على السيستم ان ده لاعب حر. يستطيع اي نادي في العالم عنده باسورد على ترانسفير ماتشنج سيستم ان يحصل على كوبي من شهادة الانتقال، ومتاحة لكل الأندية. لكن شهادة الانتقال النهائية بتطلع باسم اللاعب، يعني عندما باسم اللاعب. لا يعني انا مثلا انا اسال سؤال، يعني انا مثلا اي نادي ماشي في الشارع يبعت للاتحاد، اي اتحاد اهلي يبعت للاتحاد الامريكي يقول له هات البطاقة، هيبعت له البطاقة وهو ما عندوش عقد وما عندوش اتفاق وما عندوش حاجة؟ انا قلت لك عندما يكون لاعب عقده قد انتهى مع ناديه. ما هو انتهى العقد، هو لاعب حر فري من امريكا. شهاده انتقاله موجوده على السيستم. السيستم ده يا استاذ خالد موجود فيه جميع اللاعبين المحترفين في جميع انحاء العالم. انا فاهم، لو كتبت انا بتكلم على البطاقه الدوليه، بتكلم ان انا ببعت البطاقه الدوليه. اما تيجي تحصل على البطاقه الدوليه لنادي الزمالك بعد ما تتعاقد مع اللاعب، بتدخل العقد بيطلع لك البطاقه الدوليه باسم نادي الزمالك. هل البطاقه الدوليه اللي طب ازاي اتبعتت وهو مش ماضي على العقد؟ لان انت النهارده بتكون على الكمبيوتر وقدامك شاشه عليها اي حاجه، اي مستند، تقدر تحصل منه على برنت اوت. يعني الاتحاد الامريكي مش عارف يعني العقود ولا حاجه، راح مبعت كده؟ ده الفيفا اللي بيدير النظام ده، اللي ده موجوده على الترانسفير ماتشنج سيستم. ايوه احنا طول عمرنا في لعيبه يا استاذ محمد، طول عمرنا في لعيبه بتمضي ويقول لك ما تأيدش، اصل لسه البطاقه الدوليه بتاعته ما جاتش، اصل احنا خطيبنا ما اعرفش لسه ما بعتوهاش، اصل هم اتاخروا. البطاقه الدوليه ده بيحصل في خلال 7 دقائق بالظبط، تدخل بيانات اللاعب وبيانات العقد كويس، بتعمل فيفاي تيجي لك فورا. طيب ماشي، ما انا بقول لك لو ما فيش عقد اتبعتت ازاي؟ مين يقول؟ البطاقه اللي حصل عليها نادي الزمالك، ايوه دي مش البطاقه النهائيه. تمام، البطاقه النهائيه بتطلع باسم نادي الزمالك. تمام، يعني دي بطاقه كده مؤقته، لا مش البطاقه النهائيه. تفيد بان هذا اللاعب حر، ليس لديه عقد مع اي نادي. تمام تمام، لكن مش هي البطاقه النهائيه. تمام، العبره يا استاذ خالد بالعقد مع النادي. تمام، لكن في حاجه مهمه عاوز اقولها لك. اتفضل. اذا كان نادي الزمالك وقع على عقد مكتوب كده عقد لاعب كره قدم محترف، هذا العقد ملزم للاعب والنادي الزمالك. الرسالة وصلت يا أستاذ محمد، الرسالة وصلت، وأنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بيومي خبير اللوائح.